الو. ايه مام؟ ايه تقبرني مامي، كيفك؟ حبيبتي حبيبتي، كيفك تقبرني؟ منيحة. بس عم دقلك لانه اول شيء بدي اقلك بحبك، هلا على طول بقلك اياها. يا عمري انت وانت حياتي كلها، وخلي لي اياكي فوق راسنا. تقبرني، خلي لي اياك يا رب حبيبتي، خلي لي اياك، تقبر قلبي حبيبتي انت. مدام كيفك؟ بونسوار، كيفك؟ ماشي الحال؟ بدي اقول لك العود بسلامتك، حزنك حزننا لانه انت بتعقد، و يعني خلي لنا اياك وخليك فوق راسه لفادي واخوته لفادي كمان بنفس الوقت. خبريني عن فادي شوي هيك تنغير اجواء، كان شقي وقتها كان صغير ولا ما كثير؟ هلا كان شقي، يمكن شقي على نفسه، مش شقي يعني للغير، كان يشقى على نفسه، يعني بيشقى باللعب بطريقته، بيأذي نفسه بس، ولكن ما بيأذي الطرف الثاني، يعني بالعكس كان ينتبه لأخواته، حريص كتير على خيه اللي أصغر. هيدا اللي بنعرفه، يعني بعرفه عنه. بعرف تسألي كل شي في أسئلة، بس في سؤال محرج طالع عبالك تعرف الجواب منه الليلة، هيك نحن على الهوا، اسألي. شو جاي عبالي؟ سوري ما انتبهت للسؤال. تسألي سؤال محرج لفادي لأنه هلأ هوا وما هوا مضطر يجاوبك. محرج؟ بني ما في شيء، لا كل شيء واضح حبيبي، لا شو ما بعرف شو بدي اقول له، بس كانت يمكن شغلي وحده اذا بقول له، ما بعرف اذا بغير عن عدم اعتزاله، لانه قوته وصحته بتضلها تنورنا وتنور لبنان كلها. هيدي الوالده مباشره على الهوا عم تطلب منك تتراجع عن اعتزالك. تتراجع؟ اللي هي بتعرف انه انا ما برفض لها طلب، بس بهذا الموضوع يعني يعني بالنهايه في ان شاء الله ما بعرف. ما بتتراجع يا او لا فادي؟ ماما هذا مش محرج، حطيتيني بالزاويه يعني. طولي بالك، اعطيني بعد 30 سنه بمشي لك اياها، بتتراجع ولا لا؟ ان شاء الله مثل ما الله بريد، لنشوف الامور كيف بدها تمشي بالبلد وساعتها بنقرر. أنا بدي أتشكرك كثير لأنه سؤالك مش فرحنا اليوم بالستوديو، سؤالك فرح 5 مليون لبناني، لأنه بيعرفوا قديش اللبنانية كلهم حريصين على أنه يكون فادي دائما موجود على الملاعب اللبنانية ودائما عم يرفع اسم لبنان بالعالي بكرة السلة. كلك ذوق والله يديمك، وتضلوا تعطوا بهجة للعالم ببروجرامك الراقي، يعني بتستقبل ضيوف دائما راقيين وبنتعلم منهم. حبيبي انت، الله يخليك. شكرا كثير، شكرا كثير. لا مش معقول شو لذيذ امك، كان لازم دائما نحكيها، كان لازم نستقبلها محل.